السلام عليكم. لو انت عندك مشكله مع شات جي بي تي ومش راضي يفتح معاك، ففي بدائل كتيره، منهم مثلا الموقع دوت تقدر تساله اي سؤال في البرمجه، في المعلومات العامه، ويبدا ان هو يجاوب عليها. بدا يجاوب كل حاجه، ده من غير ما اعمل حساب اصلا. يعني الموقع ما فيهوش ان انت تعمل حساب، انت مجرد بس تكتب السؤال اللي انت عايزه وتدوس انتر، وتبدا الاجابه تظهر معاك زي شات جي بي تي. تقول له نيو شات، وتبدا بقى تشوف ايه اللي انت عايز تساله، ويبدأ ان هو يجاوب معاك. فده بديل كويس اهوت، من غير ما تدفع فلوس او من غير ما تعمل الفي بي ان او. فده من ضمن البدائل الكويسه اللي شات جي بي تي الذكاء الصناعي، حتى هو بدأ يكتب لك الكود والحاجات دي كلها. لاحظ ان مفيش اي حاجه انا عملتها، ما عملتش دخلتش بحساب جيميل او دخلت باي حساب، لا عادي. فاتمنى الموقع يعجبكم. في مواقع كتيره بتبقى معتمده على شات جي بي تي او هي بتعمل بديل ليه، فهتلاقي نفس الاجابات اللي انت ممكن تاخدها من شات جي بي تي.